فاضل. أنا أذكر أنا لقيت كذا لأن هذا كله يدو إلى كذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Para hadirin sambil baca burdah sambil sodako ya, untuk membekali panitia Idul Khotmi tahun 2020. Siap ya? Ya, ayo sallu ala nabi. Sallu alaihi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكره غانم بذي سلام مزجت دمعا يرى من مهلة بدم أم هبة الرحم تلقائك عظيمة وأومط البرق في الظلماء من عظامي فمن عينيك إن قلت استغفر لك ومن قلبك إن قلت استغفر أيحسب صف أن الحب قد كتب ما بين منسجم من هو مضطرم لولا الهوى لم تريك دمعا على طللي كيف تذكر حبا بعد ما شهدت به عليك عدو لتحي والسقم وأثبت الوجد خاطع عبرة وطنا مثل البهار على
والديك والعنب نعم صار طيف من أهف أرقني والحب يعترض لذت بالألم يا لائمي في الأوان عذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلم عجزت حالي يا لا سر بمستترين عن الوشاة ولا كائم منحسب ما حفني النسح لا إن لست أسمعه إن المحب عني الأنذل في صمم إني اتهمت نصي حشيب في عذلي والشيب أبعد في نسح عن التهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومكانه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tim penarikan infak untuk bergerak secepatnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalki kullihimi fa inna amarati bisu'i mata'adat min جعلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأس غير مغتشم لو كنت أعلم أني ما أوكره كتمت سرا بدل منه بالكتم من لي برد جماح من غواياتها كما يرد جماح الخيل بالهجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهيم والنفس كالطفل تهمله شب على حب الرضاع وإن تغطمه يا فاطمي فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى فتولى يسمي أو يصمي وراعيها وهي بالأعمال سائمة وإن هي استهلت
المرأة فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أهل سم في الدسم واخشت دسائس من جوع ومن شبع فرب محمصة شر من التخام واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما هضا كالنصح فتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله منك قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقوم أمرتك الخير لك إما سمعت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولم تزوجت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصومي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلم إلى أن اشتكت قدمه الضر بالورم وشد من زغب أحشاه أقوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم وراودته الجبال يشم بالذهب عن نفسه فأرى إن الضرورة لا تعد على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين
مستمسكون به مستمسكون بحبل الخير المعتصمين بعد النبي نبي قلب وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البريء رشفا من الديام وواقفون العلم أو بالشكلات الحكام فهو الذي سمى معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم منزه عن شريك في محاصيله جوهر الحسن فيه غير القاسم كحد دعته النصارى في نبيهم وكن بما شئت مدحا فيه وتكيم وانصب الى ذلك ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظام فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه نطق بفمه لو نسى من قدره ولم نهب أعيا الورى ضيف معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تدهل للعينين من بعد طرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته طلب يا متسلح عنه في العلوم فما بلغ العلم فيه أنه بشر كل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فطر هم كواكبها يظهرن أنوارها بالناس في أكرم بخلق نبي إنسانه خلق ولم تميل بالبشر متسم الزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في كأنه أغوى فرد من جلاله
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبدا مولده حبيب عنصره يا طيب مبتدئ يا منتفى الرسم به فرس أنه قد أنذر بحلول الفرس والنقم وبدأ ونكس وهو منصدع كشمر أصحاب كسرى والنار قابدة الأنفاس من أسف عليه والنار ساهي العين من سدم وساسى وتأنغضت بحيرتها ورد والدها ومكاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عينوا بالأفق من شعب منقضات وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منحزم من الشياطين يكبو إضراب هزم كأنهم حربان أبطال أبرحة أو عسكر بالحصاب وحديه رمي قبل به بعد تسبيح ببطنهما قبل المسبه بأعشاء ملتقيما
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد البديع لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاء بدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على أن ساق سائرة فأبيك حر وكيس للأجير حميد أكسبت بالقمر أنشأ إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم. خير ومن كرم وكل قرب من الكفار عنه عمي فاسده في الغر والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرم ظن الحمام وضع ولا نبي على غيب بمنتهي كم أمرأ وسبات في الأرض الدومي
الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومكاره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصف آياتي له ظهرت ظهورنا للقرى ليلة على علمي فات الرؤيا الزاد حسنا ومنتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم ما تطاولها ما للمدين إلى ما فيه بالكرم الأخلاق والشيم آيات حق الرحمة بمهلة قادمة صفة الموصول وعن عادل وعن ربي لما تدين ففكت كل معجزة من النبيين إن جاءت ولم تدم محاك كما ثم فما تبكي من شبه للشقاق وما تبكي من حكم ما حرمت قط إلا من حرب أعدل أعاد إليها قل يا سلم ردت بلاغتها دعوى معارضها ردت الغيور يد الجاني عن الحرم لها معانك موج البحر في مدد حبوب نوره في الحسن والقيم فما تعد ولا تخصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسام مرت بها عين بارئة فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي ردت لها خفة من حر تبيت وجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم وكالصراط وقد ميزه معدلة فالكسط من غيرها في الناس لم إلا تعجبا لحسود رأي ينكرها تجاهلا وهو عين الحبك الفحم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخال ككلهم يا خير من يمم العفو نساحته سعيا وفوق متون الآية نكر سمي ومن هو الآية الكبرى لمعتبرين ومن هو النعمة العظمى لمغتنمين. سرت من حرم الليلة إلى حرمين كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترتعي أني تمثلة بقى بقوسين لم تدرى ولم ترمي وقد تمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مخدوم على قدمي وأنت تمتلك السبعة لبق بهم بموقف كنت فيه صاحب العالمين. حتى إذا لم تدع شوى لمستبكين من الدنو ولا مرقى لمسلمين خفت كل مقام تريد في الرب مثل المر وللعالمين حيما تفوز من أي مستدرين عن العيون وسر الأي مبتدمين وحز كل فخار الغاي ومشتركين وجز كل مقام غاي وجل من قدر ما وليت من رتبين وعز إدراك ما وليت من نعمين بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير أقرب الرسل كنا أقرب الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم راعت قلوب العيدا أنباء بعزته فنبأ بالأجفال غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل وقت
عرفك أدو يبيت نبيه أجل أشلت معه إكباني والرخام أم الليالي ولا يدرون حسابا ولم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل سهته في كل قرب جر بحر خبيث فوق سبيحتي يرمي بموج من الأبطال مرتقب من كل مقتضب لله مهتصب يزكو بمستسلم للكفر بالعلم بالأمة معجزتان
بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قدمته بمن أستغفر به ذنوبا عمر مضى في شعري والخدم الغلام لاني من تخشى عواقبه كأن في بهما حج من النعم أطعت خير صبا في الحلالين وما حصلت اللهم صل على
سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العظيم ولك يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وبراتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلات عظمات إن الكبائر في غفرانك الأمام لعل رحمة ربي حين يقسمها فاتي على حسب عصياني في القسام يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف في عبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ما رنحت على وأطربت عيسى عاد العيس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين
بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرام بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قاسم من أعظم القسم وهذه بردة مختربة ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت ستين مع مئة فرج بها كربنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبرك الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومكاره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.